صديقي اصحابي عاملين ايه؟ انا لينا عامر من فصل تالتة تاني. النهارده هنعمل لكم بيتزا القطايف. بالمناسبه القطايف دي معموله في البيت. مكوناتها كوبايتين دقيق وكوبايه ميه، معلقه خميره ومعلقه سكر ومعلقه ملح. بنسيبها، بنخلط المكونات في بعض، بنسيبها تخمر، بعدين نحطها في طاسه سخنه. مكوناتنا دلوقتي زيتون، فلفل اخضر، صلصه، جبنه تركي، وبسطرمه، وقطايف. يلا بينا هو ده شكلها. بعد ما خلصناه دلوقتي هنحطها في الفرن ونرجع لها تاني. هو ده شكلها يا اصحابي بعد ما خلص في الفرن. انا اتمنى تكون عجبتكم.